مما أهديك إياه. وش رأيكم أنتم جالسين في بيوتكم وتصلون الضحى ركعتين ضحى؟ لا خلها أربع، أقلها ركعتين. لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ من صلى من أول النهار أربعا كفيته آخرة. صل أربع ركعات في أول النهار يكفيك آخر النهار، بمجرد أنك تصلي أربع ركعات. ومن زاد فله ذلك، ركعتين ركعتين ركعتين. فصلوا الضحى يا جماعة. وبالمناسبة ترى سنة الضحى لا يصليها إلا الأواب، صلاة الأوابين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، سماهم أوابون. ليش أواب؟ الرجاع، التائب، العائد، المقبل على الله. أنا أقول للرجال والنساء، الإخوان، أخوات، حتى عودوا أبنائكم على ركعات الضحى. صلوا هذه الركعات المباركة، صلوا أربعا تنالون خيرية عظيمة في الدنيا وفي الآخرة.